يكن غريباً على هذه المرأة ذات الطاقة الإيجابية أن تكمل مشوار الراحل أنطوان الشويري كما عاهدها وكما وعدته وكما عاشت معه. ها هي روز أنطوان الشويري، وكما دائماً حجر الزاوية لكل القرارات الرئيسية في مجموعة شوير الرائدة في مجال التمثيل الإعلاني وفي عائلتها الصغيرة التي تسهر على نموها وصولاً إلى تفاصيل الأنشطة والمبادرات التي قادها الراحل أنطوان الشويري في لبنان وخارجه. روزا الحبيبة والزوجة والسند كما كان يناديها أنطوان، تتابع من موقعها كرئيس فخري لمجموعة شويري تقديم الدعم والمشورة لجيلين من الأسرة والعاملين. هي الأم التي تفتخر بولديها بيير ولينا اللذين يديران إحدى أهم المجموعات الإعلانية في الشرق الأوسط. هي روز الجدة التي ترعى أحفادها السبعة بكل حب وحنان وتغذي فيهم القيم والمبادئ التي نشأت عليها عائلة شويري كما المجموعة، قيم الوطنية والإيمان والعطاء والمحبة والوفاء واحترام الآخر والتواضع. هي الست روز الرائدة والقوية في عملها، تشارك في قيادة 11 شركة تابعة للمجموعة، تحظى بمحبة واحترام أكثر من 600 شاب وشابة يستفيدون من خبرتها ونصائحها وحكمتها، بحيث أثبتت للجميع القدرة العالية على التلاحم بين الالتزام المهني والالتزام الأخلاقي والإنساني في الموقع الذي تشغله، وهذا ما جعل مشوارها مع أنطوان ناجحاً ودورها من بعده أساسياً. كل هذه المواقع التي تشغلها لم تمنعها من الاستمرار في رسالة العائلة والمجموعة على الأصعد الإنسانية والخيرية والاجتماعية والثقافية، فهي تمد العديد من المؤسسات والجمعيات بطاقاتها الإيجابية وحيويتها ورعايتها وابتسامتها الدائمة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، هي عضو تنفيذي في المؤسسة الوطنية للتراث كما في مهرجانات بيبلوس وجمعية أوكسيليا ومركز الرعاية الدائمة مروراً بيدنا، وعضو في مجلس أمناء جامعة سيدة الويزي أنديو. وعلى صعيد الاغتراب، دورها بات مدماكاً أساسياً في المؤسسة المارونية للانتشار. وأخيراً وليس آخراً، تقديراً لأعمالها الخيرية والإنسانية والاجتماعية، منحها قداسة البابا وسام سيدات القديس غريغوريوس الكبير وقلدها إياه الكاردينال بشارة الراعي في بكركي. روز شويري، ومنذ اللحظة الأولى التي وقفت فيها إلى جانب أنطوان شويري ومشيا معاً درب النجاح والتألق والريادة في الشرق الأوسط، تضج بالحياة والعمل والعطاء، ملتزمة بالقيم المهنية والعائلية والإنسانية التي نشأت عليها منذ صغرها مع أهلها وعاشتها مع زوجها، وما زالت حتى اليوم تنقلها إلى عائلتها الصغيرة والكبيرة. ذلك الوجه القوي الذي يأسرك بهيبته وطيبته بارك ولا يزال يبارك مجموعة شويري وبيير ولينا، يمنى، ساندرا، ريان، أنطوان، سينتيا، كريم وأليكس وكلوي وكريستين وماتيلدا وكل المؤسسات التي تناضل من أجلها. روزا قصة امرأة حملت مشعل النجاح والحنان والتواضع لا تزال نموذجاً للوزنات الخمس.